أزياء محمود غالي، برحب بيك معانا النهارده في أخبار اليوم، ودايما طلتك منوران. اهلا بيكم. عايزاك تكلمني بقى النهارده، محمود في الفترة اللي فاتت عمل ايه؟ آخر حاجة عملتها كانت في لندن فاشن ويك، كان ايفنت يعني كبير وكده، كنت بمثل مصر هناك وطلعت مركز رابع. وكان المفروض في ايفنت هنا برضو كايرو فاشن ويك، بس للأسف اتكنسل. يمكن محمود دايما بيتميز ان هو مختلف عن ابناء جيله من مصممين الازياء، يمكن انت في كل ايفنت بتكون موجود فيه بتقدم حاجة مختلفة، عايز اعرف ايه المختلف اللي محمود هيعمله في الفترة اللي جاية؟ هو طبعا المفروض يبقى مفاجأة، بس احنا معانا مفيش مفاجآت. ما هو اكيد مفيش مفاجآت طبعا عشانك يا ولاء. بس انا بحب في كل ايفنت ما بقى الشبه اللي قبله، يعني بحب كل مثلا ايفنت يبقى ليه فكرة وليه ستايل في الفاشن شو يعني، او في الفاشن ديزاين اللي بقدمها. بس المرة الجاية ان شاء الله مقدم حاجات على قد مثلا ان هي تبقى خفيفة، لان احنا طبعا كان المفروض الفاشن شو ده في الصيف، فكنت مقدم حاجات ان هي تبقى على قد ما اقدر تكون سامبل وخفيفة وما فيهاش شغل كتير، وفي نفس الوقت يعني بتعتمد في الكات وفي الموديل اكتر. يمكن انا عارفه ان موضه سيزون 2014 في الصيف انت كنت مقدم كوليكشن جامد جدا، عايزاك تكلمني عنه، وايه الالوانات الجديده في الكوليكشن ده؟ بصي، هو الالوانات الجديده في الكوليكشن كانت الفوشيات والموفات والازرقات والبلوسيال واليالو والبيربل سوري معلش لخبطت، البيربل برضو والجراي. يعني انا دايما بحب ادخل لونين مع بعض، يعني مش مثلا اعمل اوكي اعمل فستان لون واحد تمام، وفي نفس الوقت ادخل اللون ده مع لون تاني، بحس ان هو بيدي تاتش حلو في اللوك بتاع الفستان. طب الموضة القصير ولا الطويل، الكات ولا الكاب؟ حكينا شوية عن موضة بصي، هو 2014. الموضة السنة دي القصير اكتر من الطويل، بس في الجزء بتاع يعني فوق، يعني انا دايما بحب برضو اعمل حاجة، بحب ان انا مش امشي على الموضة، يبقى ليا ستايل معين في الفساتين. لان لو بصينا بره هنلاقي كل ديزاينر بره في باريس مثلا وايطاليا بيتميز بحاجة غير التاني، فانا بحب اعمل كده، بحب ما امشي يعني ما امشيش على لاين واحد، او مثلا عشان الموضة السنة دي الاصفر ابقى انا عامل اصفر، او الموضة السنة دي مثلا المقفول ابقى عامل مقفول. فهتلاقيني مثلا لو عامل حاجة قصيرة هتلاقيها مثلا مقفولة من فوق، عامل حاجة طويلة مفتوحة من فوق كده. بحب يعني ألعب في الكات أكتر من الموديل، وألعب في الكات بتاعة الصدر الفستان، لأن دي اللي بتبين الدرس. ميزة ان انت تقدم الاكسسوارز كمان بتاعت اي موديل انت بتقدمه، دي ميزة مش موجودة عند كل مصممين الازياء، ازاي بتركب الاكسسوارز على الموديل؟ بصي، هو انا بركب الاكسسوري على الموديل، وانا مثلا برسم الموديل ببقى حاطط في دماغي ايه الفكره بتاعه الاكسسوري بتاعته، فببتدي بعد ما ارسم الموديل وارسم الاكسسوري بتاعه ابتدي ادخل انفذه من قماش بقى اللون لماتيريال للاكسسوار، مثلا هيبقى ميتال هيبقى فيه ستراس هيبقى ميتال بس هيبقى فيه احجار عاج الحاجات دي. يمكن احنا دلوقتي موجودين قدام كولكشن فساتين الافراح، عايزينك بقى اتكلمنا عنه، ويمكن كمان في بلاس فساتين الافراح في فنانات لبسوا من الكولكشن ده. يعني مثلا بصي الفستان ده اللي كانت لابساه جنات في النيو يير، ده انا عملته لها مخصوص لجنات، هي كانت حابة تظهر بلوك جديد، وفي نفس الوقت
كنا مش عايزين نعمل العادي في النيو يير كل الفنانين بيلبسوا احمر، فانا قلت لها لا في النيو يير مش شرط الاحمر هل الفستان، انا بس عايزه اكتر. اسالك يعني الفستان يمكن فيه اكتر من فكره، يعني فكره الفستان جات لك ازاي؟ يمكن يعني اللي هيشوف الفستان هيقول ده عروسه البحر، لا الفستان ديزاين جديد، الفستان ليه اكسسوارز معينه. كلمني اكتر عن تكوينك للفستان. بصي، هو انا كنت عايز اظهر جنات بلوك جديد لجمهورها، لان جنات دايما معتمده ان الناس بتشوفها الكيوت البيبي، فقلت لها طب ليه ما نعملش مثلا حاجه كاتشي شويه وفي نفس الوقت مش يعني مش عريانه يعني. فقالت لي طب ايه اللي هنعمله؟ قلت لها مثلا نعمل يعني نستوحى فكره الدريس من الشجره بتاعه الكريسماس اكتر من ان هي تبقى من الكريسماس مثلا هو الوردة الحمراء وكده. قلت لها لا احنا نعمله مثلا، لان لو بصيتي في شجرة الكريسماس هتلاقي فيها ال الكريستالات والحاجات دي. فقلت لها نعمل الستايل مع كده. التركواز، يعني دانتيل طبعا كله متفرغ، وردات صغيرة متشطبة على الجسم الدرس بس. فساتين الافراح، يمكن احنا برضو شايفين فساتين افراح موجوده. سكيرت مثلا قصيرة من قدام وطويلة من ورا، وفي مثلا الدرس ده برضو. دي افكار جديده كلها، يمكن احنا متعودين نشوف فساتين افراح طويله، يمكن طويل. فكره فساتين الافراح القصيره ديت لسه سيزون 2014 هو لسه الجديد. سيزون 2014. بصي برضو في ده، ده سامبل أوي. ما انا حبيت اقدم في كوليكشن الافراح ان دايما العروسه في فستان الفرح بتبقى معتمده او حتى قلقها كله ان الفستان هيبقى تقيل وجيبونه وكده. لا انا بحب مثلا ان العروسه تبقى يعني على قد ما تقدر مرتاحه في الفستان عشان تقدر ان هي تتحرك في الفرح، ترقص تغني كده. محمود، انا عارفه ان انت لبست اكتر من فنان فنانه، عايزك تكلمني بقى مين الفنانات اللي انت لبستهم في الفتره اللي فاتت. لبست مي عز الدين في مسلسل دلع بنات فستان الفرح، وريم البارودي، ولبست فيفي عبده في برنامج أحلى مسا، ولبست فريال يوسف في برنامج الرقاصة اللي هو بيتعرض دلوقتي على القاهرة والناس، ولبست لبست مي سليم في كذا عمل في رمضان، لبست جنات برضو في حفلات كتير وسيشنز، لبست يعني لبست فنانات كتير بس للأسف يعني مش عايز أقول حد وأنسى حد فحد يزعل مني. يمكن كل حد اكيد انت بيجي لك عشان تلبسه بتقعد معاه عشان تشوف ايه تفاصيل الشخصية دي. يمكن كل فنانة من الفنانات اللي انت ذكرتهم اكيد شخصية معينة فانت حابب تظهرها في الفستان. مين اكتر حد كانت شخصيته واضحة من اول ما شفتها؟ أول حد يعني بصراحة كانت شخصيته واضحة من أول ما هو مش يعني هما كلهم طبعا حبايبي و شخصيتهم واضحة يعني مش بشوفهم مصطنعين خالص، بس اكتر اتنين كانت شخصيتهم واضحة هما بيحبوا ايه، واعتمدت ان انا اعمل لهم عكس ما هما بيحبوا عشان يعني يتقال مثلا دي ما لبست مثلا من عند محمود لا طلعت بلوك جديد. كانت جنات ومي سليم، يعني جنات حبيت ان هي اخرجها من حتة السامبل دي وادخلها في حاجات شوي شوية، ولسه يعني عاملين حاجات جديدة لسه ما نزلناهاش هتنزل. يمكن احنا كنا عارفين ان انت مؤخرا المفروض كنت هتعمل فاشن شو من كام يوم، ولكن لظروف ما انت اعتذرت عن الفاشن شو، عايزينك تحكي لنا ايه اللي حصل. بصي، هو الأول الفاشن شو ده كلموني عليه كان في رمضان، كنت أنا مسافر، قالوا لي إن هو في القلعة ومع وزارة السياحة وكده. بعدين رجعوا في نص آخر رمضان كده قبل العيد كلموني قالوا لي احنا غيرنا بقينا في مينا في ماريوت الزمالك. بعد كده رجعوا غيروا تالت مرة قالوا لي ان احنا في مينا هاوس. مينا هاوس بقى قعدوا يأجلوا الايفنت اكتر من 4 مرات، فانا بصراحة اتضايقت لان هما كل مرة بيأجلوا ما بيقولوليش، دي اول حاجة. بعدين بتبقى اوريدي عزمتي الناس ان هما يجوا الايفنت، فلما تيجي تقول لهم معلش اصل اتأجل وتعالوا يوم كذا، يعني دي بتضايق الشخص اللي معزوم.
بالذات في مجال الصحافة والإعلام وكده. فأجلوا للمرة يعني ال20 من غير ما يقولوا لي، يعني عرفت بالصدفة خالص وأنا بقول للبنات يعني بعد بكرة إحنا بقى في مينا هاوس تيجوا كده، قالوا لي لا إحنا في كونكورد السلام. فدي ضايقتني، فما حبيتش ان انا يعني اشترك في الاوتيل ده، لانه يعني انا بشوفه مش مجهز ان هو يتعمل فيه ايفنت فاشون شو، او يعني ما يتعملش فيه اكتر من فرح بس. محمود احنا دلوقتي قدام كوليكشن فساتين السهرة، عايزاك بقى تكلمني عن الكوليكشن ده. بصي في فساتين السهرة انا اعتمدت برضو ان انا ما اقدمش ان يعني فستان السواري ما يبقاش مجرد ان هو فستان فيش كات او كده، اكتر من ان هو يبقى فيه فكرة جديدة. فهتلاقيني مثلا عملت سالوبيتات اكتر من الدريسز، دريسز قصيرة فيها حرق يعني فيها حاجات غريبة كده. طب ورينا كده فستان من فساتين. يعني مثلا اوريكي السالوبيت ده، ده سالوبيت سانتال تمام. هو الفكرة ان هو يعني فيه الفلاور دي علشان الصيف، عشان الخريف سوري تمام. والكات بتاعته هي الشارلستون تمام وبس. ليه اخترت اللون النبيتي؟ يعني النبيتي مش لون دارج قوي في اي سيزون من السيزونات بتاعت الخريف، ولكن انت اخترت النبيتي ليه؟ بص انا بحب عامة دايما اقدم الالوان اللي انا بحبها اكتر من ان انا اقدم الالوان اللي هي الموضة، لان انا بشوف لو احنا مثلا اشتغلنا على الالوان الموضة ممكن النبيتي يبقى بيناسب حد غير لون من الوان الموضة. فبحب اقدم الالوان اللي هي يعني يعني في الكوليكشن بتاعي عامة بحب اقدم كل الالوان الموضة واللي مش موضة، بحيث ان انا ارضي جميع الاذواق. احنا كمان شايفين كوليكشن من الفساتين الحمراء، عايزينك برضو تورينا كده كام فستان. ده عبارة عن سكيرت وكورساج كله بالدانتيل والاستراس الشوارفيسكي كل يعني كله. انا بحب اعتقد ان الشوارسفسكي طالع موضة. السنة دي طالع موضة. انا بحب اعتمد في شغلي على الحاجات الهاند ميد اكتر. بصي يا مثلا الدريس ده احمر وقصير يعني طول وقصير، حبيت اقدم برضو حاجة قصيرة بحيث ان يعني لو البنات اللي هم الاندر ايدج اللي بيبقى البروم بتاع المدرسة او كده حاضرين يلاقوا برضو اللي يناسبهم، مش شرط يعني ان يبقى كله سواري طويل. تحبي تشوفي احمر تاني؟ في فستان برضو احمر تاني. ده كله برضو ده عبارة عن طول ومرسوم عليه ومتطرز بالاستراس برضو والبايات والخرج الاحمر برضو، يعني يناسب مثلا لو حد اندر ايج او كده. تحبي نتكلم على الذهبيات؟ نتكلم عن بصي مثلا ده يمكن ده ممكن يمشي فستان خطوبة وممكن يمشي فستان سواري. سواري. بصي انا عامه بحب اعمل ركن في ال يعني سوري سيكونس في ال في الفاشون شو ريد كاربت، فبحب اعمل الحاجات اللي هي تنفع الفنانات وهما ماشيين على الريد كاربت. وريكي برضو حاجة بتاع الجنات تاني. يمكن جنات من الفنانات اللي شخصيتها دايما بتضغط عليها لانها حد سامبل قوي بيحب الحاجات السامبل، فانت لما اخترت ده الجنات كانت ايه فكرته؟ بص كانت فكرته يعني ان احنا برضو نبين ان يعني ما نبعدش عن السامبل وفي نفس الوقت نبين الشيب بتاع الجسم بتاعها، ونبين يعني نظر ان هي يعني جسمها حلو، لان هي كان يعني معظم اللبس اللي بتلبسه اللي هو الكلوش والواسع. فقلت لها لا نغير بقى المرة دي ونعمل حاجة يعني ميرميد فيش كات كده. تعرف بقى الفترة الجاية انت بتحضر ايه؟ يمكن انا عارفة ان انت كل فترة كده بتحضر كوليكشن جديد، دايما بتحافظ ان انت تعمل كل حاجة جديدة ما تبقاش مكرر نفسك. الفترة الجاية فنانات احنا قلنا اسمائهم بس ان شاء الله هنعمل يعني حاجات حلوة. اخر حاجة عملتها عملت سيشن مع يعني مع يارا نعومي،
وهي مش بعت يعني مش بعتبرها فنانة لأن هي أختي. كان فوتو سيشن لأن هي كانت لسه بتولد، يعني كنا عاملين بوستر كده حلو ليها هي وعماد وبنوتات. مين تاني في الفترة الجاية مستنيين؟ طبعا مستني يعني مستنيين أنا ويارا تقوم شوية وتفضى طبعا، وهنعمل سيشن برضو تاني الفترة الجاية. في كذا حد يعني يكلمني على سيشنات، بس برضو يعني انت عارفة بتبقى توب سيكريت بالذات مع الفنانات، مش بيحبوا حد يعرف هما هيعملوا ايه وكده. انتي انا عارفه كمان ان انت عايز تحضر فاشن شو قريب جدا تعمل فيه كوليكشن جديد، عايزك تكلمني لو انت عملت الفاشن شو ده في الفتره الجايه ايه الجديد اللي انت هتقدمه؟ بصي، هو الجديد اللي هقدمه في الفاشن شو الفترة الجاية ان هو انا هقدم الفاشن شو بطريقة جديدة ما يعني ما اتعملتش في مصر، من المكان للميك اب للموديلات للشعر كده يعني للميوزك. يعني انا دايما بحب كل سيكونس في الفاشن شو يبقى ليه ميوزك معينة، فتلاقيني مثلا في الفاشن شو بجهزه من اصغر حاجة لأكبر حاجة، لللايت للسيت اب للستيج للتيبلز اللي هيقعد عليها الناس كده. قريبا كمان ان شاء الله ده علينا موسم الخريف، وانا عارفه ان انت في الخريف بتركز اكتر على الوان معينه، فعايز اسالك ايه الالوان اللي هتبقى موجوده موضه في الخريف 2024؟ بصي، هو معروف في الخريف والشتاء دايما ان هما بيميلوا للغوامق. انا طبعا من الناس اللي بحب الالوان الغوامق اكتر للاستعمال الشخصي، بس في الخريف يعني مثلا زي ما قلت لك ان بيتي هدخله في الخريف، هدخل الاصفر اللي هو الغامق اللي هو المستردة، هدخل البيجات، يعني هعتمد على الـ الالوان اللي هي الباستيل اكتر من الالوان اللي هي الفلوري اللي هي يعني الأورنج الفاتح الفوسفوريك الحاجات اللي هي كانت في الصيف. سمعنا إن ممكن يكون في اكسسوار لسيزون 2014 لكل سيزون خريف وشتاء، لو في اكسسوار للخريف واكسسوار للشتاء هيبقى شكلها ازاي؟ بصي، هو الاكسسوارز اللي بتتعمل للخريف بتبقى او للشتاء عامة بتبقى مكونة من الجلد والريش وبتاع ده والميتال والستراس، بس انا لما هعمل في الخريف هعملها مستوحاة من الخريف نفسه، يعني من الوان الخريف. يعني برضو نسيت اقول لك الالوان اللي هدخلها، يعني لو انت مثلا تعملي فاشن شو للخريف لازم تبصي لطبيعة الخريف بتبقى عاملة ازاي. فيعني هيبقى لو يعني ان شاء الله لما اعمل الفاشن شو هعمله يعني تحت عنوان كده اقول اي حاجة بتخطر في دماغي دلوقتي، فاشن شو في الغابات الاستوائية مثلا، يعني في الغابة عامة يبقى الديكور في شجر وواقع الورق كده، الفساتين مستوحاة برضه من البيجات والبنيات والحاجات اللي هي الباستيل الفاديروز الحاجات اللي هي الألوان الباستيل الترابية عامة. لو قلنا محمود هيختم لقائه في ان هو يقول للناس استنوني الفترة الجاية في مفاجأة، ايه اللي محمود ممكن يقول؟ انت اكتر واحدة عارفة المفاجأة وكنا بنتكلم عليها قبل التسجيل. قول انت. لا، المفاجأة يا جماعة مع ولاء هي عارفاها وهي هتقول لكم عليها دلوقتي. لا انت قول. المفاجأة ان شاء الله انا بحضر لبرنامج هيكون مش شرط ان هو يعني يبقى عن الفاشن وكده، هو هيبقى عن الفاشن بس الفاشن في كل حاجة، يعني مش بس الفاشن في السواريهات، لا الفاشن كمان في الميك اب في الشعر في الاكسسوري في الكاجوال وير في السمارت كاجوال في الاكل. دايما برضو هنعمل برضو عشان ما نبقاش حارمين الناس من حاجة، هنعمل لهم فاشن في الأكل برضو، يعني دي فكرة طبعا دي اكسكلوسيف ليكو ولا أكيد عارفاها. بشكرك ودايما في أوي.